بكم وفي مرنش ساكتين في عدد جديد. موضوع اليوم راح يكون موضوع الصورة في الجزائر اللي مستها ولا مسها تقليص حرية التعبير، لأنه حرية التعبير يهم الصورة والمصورين الصحفيين ومصورين بصفة عامة. قبل ما ندخلوا في موضوع اليوم، مساء الخير حمدة. مساء الخير أميرة، مساء الخير ضيوفنا الكرام، ومساء الخير بكم كامل اللي كتبوا فينا. تفضلي أميرة، راكي بزاف خيسي معنا. بلال زهاني وسمير سيد دي فوتو جورناليست اي دي زارتيست كيما نعيط لهم انايا. مرحبا بكم. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه على الاستضافه. شكرا كاميرا. نروحوا لتمهيد صغير لموضوع اليوم ونعاود نولوا، بقاو معنا. يقول الكاتب الروسي إيفان تورغنيف: ما يمكن أن تقوله صورة ما لا يمكن أن يقوله كتاب في 1000 كلمة. الصورة من أقوى وسائل التعبير، ولأهمية الصورة في نقل الخبر فقد سميت باسمها أشكالا عديدة من التطبيقات الصحفية المرتبطة بها، فهي لها صلة قوية ووثيقة بالحدث، فهي تنقل كل تفاصيله، فالمصور الصحفي يلعب دورا مهما في عملية اصطياد الحقيقة وتوثيقها في التاريخ. بالتأكيد لا وجود لصحافة بدون صورة، فالعلاقة متكاملة بين الصورة والصحافة، إذ تعتبر العامل الأول الذي يجلب القارئ، إذ أن الصورة سوف تعبر حتما على محتوى المقال، ومنه فهي بمثابة لافيترين التي تعرض فيها المنتجات للبيع. إن الصورة تعطي فكرة عامة وشاملة وتتكلم عن محتوى المقال. قد يكون شاهدا على أبرز التحولات السياسية والاقتصادية لفترة معينة. قد يعرف المصور الصحفي عدة عقبات وصعوبات في تغطيته اليومية لمختلف الأحداث الوطنية، صعوبات متعلقة بالقوانين الصادرة في كل بلد. العراقيل الموجودة حتما وبكثرة، على سبيل المثال صعوبة تغطية الأحداث السياسية، إذ أنه في هذا السبيل قد يتعرض المصور لمضايقة من طرف لفوكس دولور، وذاك قد يكون حدث ذات أهمية. Défaut d'aller aussi aux entreprises publiques, accès aux hôpitaux, postes, écoles, etc. في الجزائر تجمع يوم 22 ديسمبر مصورون صحفيون قبالة مقر وزارة الاتصال في العاصمة للمطالبة بوقف المضايقات والعراقيل واحترام حقهم في تأدية مهامهم المهنية من دون قيود على حد قولهم. وتمت هذه الوقفة بالخصوص على خلفية منع مسيري الملاعب المصورين من تغطية المباريات الرياضية من داخل أرضية. عودة مجددا معكم على 011-28-24-45. كما شفتوا كانت لافتة من اللافتات اللي حملوها المصورين صحفيين لأقاموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال، كان مكتوب فيها الصورة تعبير وليست جريمة. ذكرنا بمطالب الصحفيين، ونعود نذكروا المقولة المشهورة واللي هي اللي تقول أن الصحافة ليست جريمة. بلال زهاني مساء الخير مرة أخرى، يعطيك الصحة على الاستضافة. نعود نولو ولا نبداو منين وين حبس لو في تي ار على خلفية الوقفة الاحتجاجية اللي قمتوا بها في قدام وزارة الاتصال، وين طالبتوا أنكم تمارسوا العمل تاعكم بكل حرية، وكاين الناس اللي ربطوا هذه الوقفة الاحتجاجية وقالوا أنه السبب الوحيد هو ما حدث داخل الملعب، وين ما خلاوكمش تدخلوا داخل أرضية الملعب باش تصوروا. وضح لنا يعني الهدف تاع الوقفة الاحتجاجية، ولا كان عندها ارتباط غير بما حدث في الملعب، ولا ربما سي ان بو كيما قال لي سمير مقبل سي لا غود دو كي في ديبوردي الفاز. كاين بزاف الناس عم غلطين، قالوا الوقفة هذه الاحتجاجية درناها سبيسيالمون على تاع الملعب. هي الوقفة الاحتجاجية اللي درناها نطلبوا بحودية صحفي في التصوير، مصوب الصحفي لازم يكونوا عندنا دي كونديسيون دو طافاي، يكون مصور حظ وش يدير. على سبيل المثال نقول لك
je ne sais pas la dernière fois que nous avons couvert la mosquée. Le masjid de Jazair. Le masjid de Jazair, nous avons couvert. Tu n'as pas le droit de troll le masjid. Donc, le droit, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de masjid. Je n'ai pas la télévision algérienne, il y a l'exclusivité. Qui fait ça? La télévision algérienne, il y a l'exclusivité, le photographe n'est pas... ما يقدرش يدخل يمد ليماج تاع لا موسكي اللي جا للشعب سي ان بروبليم وانا بوكو بروبليم بالك بدينا من الاخر رحت انا حبيت برك نبدا منين نحبس الفيتياغ تاع اليوم بصح نعاودو نولو للوقفه الاحتجاجيه موضوع يعني بصفه عامه لازم نتحثوا ما نحثلوش غير على يعني العقبات اللي يواجهوها المصورين الصحفيين نهضروا على الصوره عند يعني في اولا في الثقافه وعند المجتمع الجزائري وثانيا عند لي زوتوريتي لانه نشوفوا انه الصوره دائما يعني ça dérange toujours elle dérange que ce soit la police دائما يعني الصوره تهدد كانها تهدد وكانها هي تنشر الحقيقه وتعتبر يعني ترسخ التاريخ لانه الصوره في الارشيفات تقعد في لسنوات واش رايك سمير سيد احنا نهضروا على الصوره علاش يخافوا باسكو سي بروف ماشي كيما لي كري يقدروا يدير لك دي مونتي ولا و كي نهضروا على الصوره ديجا حنا نقولوا ان فوتو فو 10000 مو alors on m'a même alors on m'a fait sur le casque à le micro voilà comme ça mec j'ai fait l'arsène كامل ماذا بهم ما نصوروش ما كوم rien ne va plus فهاد البلاد tout à fait نقولوها bien sûr bien sûr dans tous les domaines alors madabihom ma ykonouch des preuves soura ykon kitaba tkon kitaba qoutlek akteb ala rouhak ghadwa yedir lek demonti wala même nchoufou rana f 2020 hasr ma waqa' tawassul ijtimaai jat une génération li ma tstaarefch bel kitiba tstaaref bel tsawira jat une génération li ykonlek wrili ma tqoulish c'est vrai alors bon, quand les autorités ou les institutions en général, les gens المونوبول في الجزائر في كاع الميادين سيدي زانكابابل باسكو اللي يكون في بلاصتو اللي صح في بلاصتو يخمم سوليسيون يخمم الوغ كوم واحد ما في بلاصتو باش يحمي روحو قال ايا ما كاش وخلاص كيما واقفين كيما والفناها هذه كما بلال قال لنا حدثنا على المسجد الكبير للجزائر ما يقدروش يصوروا فيه وما يقدروش يصوروا لداخله وما يقدروش يمدوا حقيقة الموقع ماشي الوضع بيسكي ساجي دو موقع في 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 هذا الامر ما يمدوش للشعب اون بو بارلي اوسي دو باتريمون الجزائري ما تقدروش ثاني تصوروه تقدر تصوروا بالتليفون ما تقدرش تصوروا بابارات فوتو بروفيسيونيل هو ان اكزومبل صافي و سا دات با دوجوردي وي صافي بيان اونتون بون كيما نهضروا على اليدوين تاع تي بازا وي Tu n'as pas le droit de prendre des photos avec un appareil photo, mais avec un portable, tu peux prendre des photos. هذه نقطة مهمة تهدرت لي عليها من قبل نوضحها للرأي العام أنه دائما أوزيو دي زوتوريتي يعني تقدر تصور بهاتف نقال عادي لكن أنا باغي فوتو سا باس با كي شغل الباتريمون الجيريان ماشي ما نسالوش فيه حنا سي تري غراف يعني ان فوتوغراف نورمالمون يخليو ماشي يخليو نورمالمون يعاون ان فوتوغراف يستعمل الباتريمون الجيريان يخدم به ديجا بروميرمون باسكو سا فا دوفينير فيزيبل اي دوزيامون باسكو سا فا دوني اون كاليتي بريميوم ا سو باتريمون لا باسكو اي ساجي جوستمون دو فوتو بريميوم مي نو يعني نروحو للاتجاه المعاكس يعني جو كومبرون با سي تري بيزار تو دي ليماج تاع الجيري
اكزاكتومون وهذا الشيء يخدم لو توريزم اي والله يقول لك ما عندناش توريزم الاخر و اون ميم طون يعني اسمح لي بلال يعني باش كومسا نخليك تهضر باسكو باش الناس تفهم يخلوا يعني دي صحفيين دي زيترونجي يجوا فيلميو لو باتريمون الجيري ويديروا عليه دي ريبورتاج ويديروا حال هذوك لي ريبورتاج وماشي الجزائري اللي دارنا وي نذكروا لو ديرنيو ريبورتاج تاع مصطفى جوبلي لو نون لو ديرنيو ريبورتاج من لحد الان على الجزائر الجيري j'ai oublié le titre du dernier reportage tu vas m'aider Anis non le dernier reportage l'idar d'adja في مواقع التواصل الاجتماعي oui l'Algérie le pays de toutes les révoltes اللي لحد الان ما على بالناش شنو شكون هما المصورين اللي خدموا وعلى بالنا باللي ما كاش تراخيص تمد لي مصورين ولا دي ميديا اترانجي يجوا يخدموا في الجزائر ما كاش تراخيص من الجزائري مطروح الجزائريين وقال لك سمير سيد وبلال زهاني نروحوا للثقافة ولا عقليات المجتمع الجزائري اسكو المجتمع ولا الجزائري متصالح مع الصورة في رأيك سمير سيد لا بون الجزائريين اون جينيرال بكري ما يحبش لا فوتو ما يحبش يتصور يحبوا يتصوروا في العراس وفامي ولا كي يكونوا خامي ولا مي في دي زيفانمون هكذا ولا في الشارع ولا ما يحبوش ما يحبوش ما باش يخافوا الصوره ولا ما يديروش كونفيونس سي كولتورال سمير وداخله باك في عقليه الجزائري حرمه بون تبدلت صافي 2 3 ans avec les réseaux sociaux plutôt الحراك بالك بون جوست avant les réseaux الناس يوروا روحهم في les réseaux sociaux مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يوروا شويه روحهم كاين هم دي زارتيست هكا في انستغرام اي تو لي باج تاعهم مشاو مليح ايزون ديموكراتيزي لا فوتو لا فوتو والناس قاعده تحب الثقافه هذه زادت مع الحراك و كنا نشوفوا الناس قاعد الناس تفيلمي قاعد الناس تصور بلي بورتابل كوم دوك ما كاش بورتابل ما فيهش اباراي فوتو قاعد الناس يفيلميو الوغ شغل ولاو يقبلوا شويه الصوره بداو بدا شويه تفتح سايكولوجي احنا هذيك تساعدنا احنا عندنا اتصال ونعاود نقولوا لك سمير لبس لو كاسك باش تسمع الاتصال الوي سليمان فاروق اهلا محامي اهلا سليمان فاروق لاباس الحمد لله وانت يا انيس لاباس والله الحمد لله شكرا جزيلا مرحبا بك معنا في مراناش ساكتين نشكرك على قبولك المشاركة سليمان فاروق في الإطار القانوني موضوعنا اليوم ديجا نذكرك موضوعنا اليوم هو موضوع الصورة إما الصورة الصحفية ولا الصورة بصفة عامة في الإطار القانوني يعني وش اللي يمنع أنه أي شخص أي مواطن يصور صورة في مكان عام باش نوضحوا يعني الأمور ربما اولا المصورين والجزائريين عامه مش يعرفوا الحقوق تاعهم والواجبات يعني في حاله ما اذا حبوا يصوروا صوره في مكان عام لشخص او لمكان وينشروها بون جيسبر كو كون اورا با لو ديبا كي ا ايتي توني ان فرانس سور لا لوا دو لا سيكوريتي جلوبال ابا اون ليسبير تو سون ليسبير تو وي فوالا دونك جو تروف كو ديبوي لونتون حنا دي الجزائريين عندنا genre on a une rancune envers la photo, sachant que on distingue pas entre l'espace public et l'espace privé. Oui. Qui connu fait maquin am un espace public, gars les connu fait avec l'espace, ils font partie de l'espace public ou bien de la vue publique, la vue publique. On peut prendre en photo, on peut prendre en photo n'importe quoi à condition. Il faut respecter, par exemple, des lieux qui ont spécificité wahda. Oui. Voilà. Même le code pénal, il punit seulement ceux qui violent la vie privée des autres. Donc, est-ce que ces lieux, vous parlez de lieux spécifiques, est-ce qu'ils sont cités? Comment ? Est-ce que ces lieux privés sont cités, ces lieux spécifiques dont vous parlez, est-ce qu'ils sont cités dans le code ou dans les jurisprudences ou parce qu'on ne connaît pas en fait l'applicabilité ou l'application de ces lois qui peut-être n'existent même pas. Oui, tout ce qui concerne la défense nationale, c'est cité. Et même dans des endroits hadou, c'est bon avec le placard, mais maintenant, c'est sûr. Ah ok, c'est bon, on voit de quoi vous parlez. C'est les casernes, par exemple. Voilà, oui. Voilà. Malgré que la technologie d'Orkaï chauffe le collège. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, il y a une technologie
دي ساتيليت اللي صوروا لك مي مش كاين داخل لي باتيمون نعم بالانفرا روج اي تو دو كونسيبت مي بور لي جورناليست مي بور لو جورناليست نو ديفون فاسيليتي لا تاش دو جورناليست كوم لو فوتوغراف اماتور فوتو وي سباس بوبليك Slimane, mon confrère Bilal Zahani m'a appris tout à l'heure que dans certains sites touristiques algériens, il est strictement interdit de photographier. Comment ça se fait ? Bon, il est probablement, c'est pour protéger le patrimoine culturel, mais c'est du n'importe quoi. Mais pour protéger, de qui ? Plutôt, il faut mettre en avant un patrimoine culturel et non pas le cacher des yeux des autres ou des gens du monde entier. Un touriste, quel que soit étranger ou là, algérien, باش يخلد هذاك le moment, لازم له ياخذ صويره, par exemple. Bien sûr. Des musées. Par exemple, en Égypte, parce que je connais très bien l'Égypte. Mm-hmm. Égypte. عندك l'appareil photo تزيد تخلص زياده دونك هما دايرينها un revenu de plus pour financer هاد les endroits mais تروح نتايا تروح تزور بلاصه بلا ما تاخذ فوتو سي دي نيمبورت كوا نديرو عراقي للصحفيين هنايا رانا نخدمو à l'encontre de la constitution de 2016 ou la constitution qui a voté 23,7 dernièrement. Donc là, nous travaillons contre la volonté de l'État. Si l'État veut un changement, ou bien si l'État veut la promotion du travail journalistique. Et du pays en général, parce que notre pays est très beau. Voilà. Donc l'article 54, l'article 50 تاع 2016 قول لك باللي حق الصحفي مضمون وفي سولا الجديد حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية مضمونة تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي منها حق الصحفي الوصول إلى مصادر المعلومات لا فوتو فون بارتي سليمان متر سليمان وعلاش كاين هاد العقده من عند السلطات وعلاش الصوره دائما ولا لاباري فوتو لانه زملائي قالوا لي انه دائما كي نصوروا ولا افيك ان تيليفون بورتابل سا باس اي دي كونسور ان اباري فوتو سا ديرانج وعلاش كاين العقده هذه من الصوره سليمان في رايك اوكين ايدي يفو دوموندي لافي دان تاع ce qu'on appelle c'est pas les psychologues c'est مانيش نهضر على عند المجتمع الجزائري نهضر على السلطات oui un sociologue qui s'intéresse de ce domaine en tous les cas qui السلطات qui الشعب كاع عندهم عقده لو كان واحد لا كاسبه يقول لك يا اخو ما تصورنيش c'est la même chose donc normalement y compris le policier ou le gendarme qui fait partie de l'espace public يقدر يتصور mais صور دين مانيير كيلكو سوا ما احنا نصوروه باش يعني نضروه هو d'avoir une mauvaise intention mais l'image ça fait partie de la démocratie ça fait partie du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression je dirais voilà la liberté d'expression monsieur Slimane alors quand vous parlez de journalistes ou حق صحفي الى الوصول يعني الى المصدر بالك ما يتحدثوا les journalistes accrédités parce que le reste ne l'est pas donc le reste ne peut pas accéder justement à la source d'information la loi parle le sahafi muhtarif le sahafi accrédité voilà les mêmes مثلش جميع ولا جل الصحفيين بما فيهم المصورين المحترفين oui parce que في زوج vous n'êtes pas accrédité si oui enfin des fois nous devons parce que هما اللي حطوا لي لوا حنا نمشيو بلي لوا نتاعهم est-ce que même le journaliste accrédité هاوي راهم يخلوه يصور هما ثاني ديرونجيو oui c'est vrai voilà mais كي نروحوا لا لوا اورغانيك تاع 2012 نعم نشوفوا par exemple en ce qui concerne la presse électronique les articles 68-70 يقول لك يتمت النشاط الصحافي تاع المكتوبه الكترونيك ولا السمعي البصري عبر الانترنت في انتاج مضمون اصلي دونك ان كونتوني اوريجينال دخل فيه لا فوتو بيان سور وي
لا فيديو والكتابة بصفة منتظمة يتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون معالجة ذات طابع صحفي. نعم. الارتيكل 84 يعترف للصحفي المحترف في الجورناليست أكريديتي بحق الوصول إلى مصدر الخبر. ما عدا في بعض الحالات اللي محددها الارتيكل. دونك الوصول الخبر لازم له انت يدير ان ارتيكل لازم لك دير ان فوتو دو بيان سور بور ايلستري لا اون فوا دي بار اكزومبل اون فوا دي ميديا وين يعاود لك لي فوتو كي اون ايتي ديجا بوبليي او بيان دي فوتو تاع دوتر باي وي شكرا ميتر سليمان فاروق لازم ننهي الاتصال شكرا جزيلا على التوضيحات برك درت مع تدخل راح بيان سور بيان سور نخليو نقطعوا برك الاتصال ونكملوا مع سمير سيد راح الاتصال لانه المخرج قال لي خلاص وقت الاتصال تفضل سمير كان عندك تعقيب بيان سور سمعت الاخ المحامي يهدر راه داير شويه خلط باسكو يقول صحفي المحترف أو en français oui par le jihad accrédité المحترف حاجه واكريديتي حاجه اكريديتي حاجه واحده اخرى بيان سور بيان سور باسكو صحفي المحترف اللي عايش ب وي بالمهنه تاعو اكريديتي المعتمد نولوا نولوا لموضوع الحراك واش جاب ولا يعني الحواجز اللي كسرها الحراك عند المجتمع الجزائري وين انا كنت نلاحظ لي انه كنت نخدم في الحراك اي صحفي كنت نلاحظ انه الشعب الجزائري سورتو في لي اون فادير ا بارتير دو دوزيام موا كان يعني فرحان اللي يحب يتصور يعني ما كاش هذيك العقده تاع تروح تصور واحد يقول لك لا لا ما تصورنيش ان توكا سيتي غار واش رايك سمير في الحراك يبدأ الحراك كسر ديجا هذاك الهاجس تاع الخوف تاع الشعب بصفة عامة بصفة عامة غير في الصورة وثانيا شغل الشعب بدا يحس الأهمية تاع الصورة بدا يشوف باسكو لا كان لازم يحوس على دي سيبور وين يشوف روحه ما كتبوش على روحنا ملي خلقت الجزائر الجامي كانوا دي مانيفيستاسيون كيما تاع 2019 كوفريت دي ميلي دي مانيفيستاسيون في الجزائري ما جا جامي كيما تاع 2019 لا سوليداريتي تاع الغاشي وكامل الوغ كانوا تما اللي يحسوا بالاهميه تاع الصوره كانوا حابين ينقلوا الصوره المليحه تاع الشعب الجزائري ولا ربما الجزائري. الصوره الحقيقيه لانه كان عوام وحنا نسمعوا الجزائريين نسمعوا بزاف دي ديفوي توجور اللي يمدوها الالجيريان ربما الحراك وهذيك السلميه تاع الحراك وهذاك التضامن وروح التضامن والجماليه تاع الحراك ولا بونومور اللي كانت في الحراك ربما تماك لي الصوره كان عندها دور انها تنقلها وتوري للعالم انه الحراك ولا انه بصفه عامه الشعب الجزائري ما راهوش هذاك الشعب اللي كنتو تظنوه دائما خايف دائما ساكت الشعب اللي ما يبينش روحه الشعب اللي ما يدخلش روحه في الامه في الامور السياسيه وفي المشاكل الاجتماعيه avant le Hirak les gens qui ont été démissionnaires même tout à fait mais la belle homme juste après je me dis que je n'ai pas eu des démarches flagées complets où ils ont eu 17 millions c'est presque la moitié de la population c'est ma classe où les gens où ils s'intéressent الوعي وعي سياسي واجتماعي للسياسة ولا يدخلوا في ديجا لا فاساد تاع الفيج تاع لي ريزو سوسيو اون جينيرال تبدلت في الجزائر تبدلت كانت كي تدخل الفيسبوك واش تشوف شغل كان بور موا باردون بور لو موت شغل تحريشه كانت تحريشه بالعاميه ومن بعد جوست ابخي 22 ميم الفيسبوك تبوليتيز على الفيسبوك نهضروا على لي زاجيريان باسكو بوليتيز ولاو يهضروا بزاف بول لا بوليتيك في الفيسبوك وباش توري باش كانوا يوريو بالتصويره بلا فوتو باسكو على بالنا بلي ما كاش بديل يعني ما كاش حنا نمد لك اكزومبل برك الاهميه تاع لا فوتو في الحركه الناس دونك نتا روح كم واحد تحكي له قول له كانوا 1 مليون بيرسون يمشوا سور الجي و والقهاوي محلولين والناس قاعده تشرب المغازين محلولين الطابل قاعده في الخطوه والناس تشرب زعما جو ولا
يا ويمشي في الحراك يقعد يشرب اون بوفي سا تابلي بروندر ان كافي ومن بعد يعاودينو ويكمل وفنجان ما تكسرش انت اون فوتوغراف تروح تحكم البرومي بلون الطابله والناس قاعدين ودوزيام بلون الناس تمشي باش تما كي تولي ان فوتو الناس تفهم كلش واش هاوك واش وزاري بصح كي تحكي الناس ما ينجمو ما يامنوكش يقول لك باسكو او ميم طون كانوا لي جيلي جون ان فرانس كانوا كنا نشوفوا واش كان يصرا مليك قبل ما نولي لك بلال زهاني عندنا اتصال ثاني اتصال لهذا الجزء الاول نعم الو الو صباح الخير اهلا فاروق بطيش مرحبا بك في مراناش ساكتين الله يسلمك واش راك فاروق انا في باسون طبعا الحمد لله الحمد لله فاروق قل لي انت كمصور صحفي انت عملت اليشيل انترناسيونال قل لي شنو هما يعني لي ديفيكولتي اللي تشهدهم كي تعمل في الجزائر كمصور صحفي في الجزائر عكس ما يحدث في البلدان الاخرى بون يعني نتكلم انا بصفه عامه جوي ابوردي لو سوجي تاع لا بريس ولا لي والله ديف افيليتي اللي يخدموا في سواء في الاجنس انترناسيونال ولا ليشان دونك كاين بزاف صعوبات يعني سانسيرمون كاين فشل كبير في التسيير في التسيير في التسيير نعم تسمى يعني اون كومبيتونس تاع لي زوبوليتي في المجال تاع لابريس وشنو هو الفشل في رايك فاروق الفشل تاعهم اي سون انكومبيتون اي سون تري تري انكومبيتون مازال ما فهموش اون 2020 مازال ما يمشيو بلا ميثود تاع 1900 اسكو تشوف دونك انا تفضل ما كاين دي كوبور دونك ما كنتش نسمع فيك فاروق اسكو تشوف انه المصور الصحفي ولا لو ميتي دو فوتو جورناليست معترف به في الجزائر ما يقدرش يكون معترف به هو ما راهوش ما يؤدي العمل ديالو حنا اوني تو طون سو بريسيون يعني الناس والله كاين ناس مرضى عندها لا بونسيون كاين ناس عندها القلب عندها يعني بريزونتي كون اون اجونس انترناسيونال معتمده اجا انا واش غادي اعتماد راسيوناليتي لا باتراس لازم تحط لي كازي جوديسيير انا ماشي صحفي حط كازي جوديسيير هذه ما فهمتش اون بليس يعطلوا لك عندهم اون ميثود واش يعطلوا لك كاع الاجراءات واش اكريتي في بلادك يعني فوالا اذا دوك نجيبو لي زيترونجي هنا يخدمو ولا يقولو لنا اون بلي باجاج نروحو اير لا شونج دو ميتي يعني اوني با اون في با نوتر ترافاي اون نو لاس با فير نوتر ترافاي والبروبليم وين راهو سي كو في لي انستيتيسيون كاين دي زونسيان جورناليست ياه راه محكمين هاد لي بوست وكيحكمو لي بوست يعني نورمالمون هما يدون لا توش للدولة الجزائرية بلي يقول لهم بلي نو يفو فير كونفيونس في جون لا واش نخدموا نمدوا ان بالي ماز لاجيري سيكو هما يولوا شغل فنان هذوك اللي قدم هذو ولا بالي اكزاكتو مالي منك تهضر مع لا وعلى بالنا مشكل على بالنا كاع فاقع بيناتنا لي جورناليست على بالنا عليهم بيناتنا ولي كيلكو دي ميل لما يشوفوا لي لايف يعني نعاني ونجوزوا غوفرنومون مور غوفرنومون نقولوا ان شاء الله سافا شونجي يصا شونج با نولو دائما نعاود نولو يعني ماشي للور يعني نولو يعني ما كانش نيكزيستي با يعني كانه فيه عدوى يعني ولا مرض ولا كان عدوى يصيبك كي تتقرب من ستاف دو كومونيكاسيون مي كومونيكيش مع الصحفي امر غريب نعم بيان عطيني انستيتيسيون فلي عطيني ان بوست تاع ريبريزونتون ولا تاع ناتاشي دو بريس في كاش مينيستير عندك ادريس ايميل كوريكت Je pense même que le nouveau décret exécutif qui régit les nouvelles formes de communication inhérentes justement au journalisme numérique, ça va faire halt يعني بين في المقام تاعكم نرجعكم تقني ثاني على ما أظن. يعني المصور الاحترافي رجع تقني ثاني. يعني تكريا ان نوفو ميتي في لاجونس دو بريس جياري سي جورناليست ريبورتور ديماج يعني هو يكتب هو لي فيلمي وي سي بو باش على لي اجونس سي لا رابيديتي وي سي دوني لا اون بون كاليتي دو ترافاي اي لا رابيديتي فو تري رابيد حنا نديرو لك العراقيل واش ما تمثل لا كاليتي لا رابيديتي
تحت كوبري ماتش في بريده تاع ليكيب ناسيونال وين الوكالات العالميه كاع تسنى فيك واش تبعث لي زيماج في الديبي تاع لو ماتش. ما عندنا كراسه كونيكسيون ما كاش تيرمينال لي برويور 50 كويوطا تاع لي برويور اوكي ما عندناش مان طاول نقعدو لا بريس وين تريح يعني وين يحط دوزانو وين يحط لورديناتور ديالو يعني تهماش كبير يعني سانسيرمون جو في لو دير سي نيكوري هذه هي سواء في السبور ولا في حاجات اخرى يعني كيفاش تمنع ان جورناليست اكريديتي واش يكوفري اون فيزيت تاع ان شاف ديطا في بلادو فوالا دوك لا شغل كثر ما احنا نقولها لك ديرك رانا عايشين ماكوري دي نور اون كولور فوالا Je pense qu'on va se quitter sur ça. Avant de laisser Farouk, Batesh, tu as obtenu la prix de WordPress photo pour cette année. Félicitations. Bravo Farouk. Merci beaucoup. Magnifique photo. Excellente photo. يعطيك الصحه فاروق الى اللقاء. راح نكملوا الحديث مع زملائك بلال زهاني وسمير سيد. نتوما ثاني لاكو تشوفوا عدد اليوم تقدروا تصلوا بنا. هاد الحصه ماشي خاصه بالمصورين فقط ولا بالصوره يعني الصحفيه. نتوما تقدروا تصلوا بنا على 011 78 24 45. قولوا لنا الى شفتو كسمحي لي عمره شفتو كاين بزاف يتبعونا يحبوا لا فوتو وصل الهضره ما تقوليش لا باسكو سا 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 روجوان سكو تو دي كاين بزاف اللي يتبعونا يديروا لا فوتو وكسو عندهم دي باج انستغرام وكامل عيطوا لنا وسقسوا يعني مصورين محترفين ويعطيكم وجهه نظركم ولا قولوا لنا الى نتوما شاركتوا يعني ولا مديتوا خبر غراس اون فوتو اللي صورتوها في مكان عام ولا ربما شاركتوا في يعني شاركتوا في 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 الاخبار ولا شاركتوا يعني في وصول خبر ما بصوره ولا كانت عندكم مشاكل مع الشرطه ربما نهار صورتوا في مكان عام. قولوا لنا اتصلوا بنا عطونا ارائكم وشاركونا الحديث. نعاونوا ليك بلال زهاني في رايك انا شفت بزاف كلمه في اللافتات اللي كانوا حاملينها زملائك في الوقفه الاحتجاجيه يجب تحرير الصوره صوره ليست جريمه. في رايك واش لازم يندار باش العمل ولا عمل المصور الصحفي ولا يكون فعلا تحرير للصوره في الجزائر؟ يا اختي باش يكون لازم تحرير الصوره في الجزائر حلونا خلونا نخدموا اليس منجيش انا نصور لا غران بوست قولي لازم اوتوريزاسيون اون بارلون دوتوريزاسيون اكديتني لسؤال واحد اخر قلت لي باللي باش تصور بالاله تصوير اباري فوتو في الاماكن العامه لازم لك اوتوريزاسيون. اسكو سي فريمون بوسيبل دافوار اون اوتوريزاسيون في باش تصور في اماكن عامه؟ جي ديمونديتي بعد دوك الجورنال تاعك تصور لك لا غران بوست الجورنال حتى نخدموا في النيوز الجورنال ماشي حيسنى المينيستير ولا لا ولايه بوندو دو جور ولا 3 جور ولا 4 جور سي با مي دي فوا مي يردوا لكش كاع بصور ان غران بوست جبت لاباري فوتو تحت تصور لا غران بوست لازم لك اوتوريزاسيون يخرج لك واحد يقول لك اندردي وانا اندردي راني نصور في بلادي. بالك لازم نفهموا باللي اي حاجه بالك لازم جو سي با انا ربما نلحقوا الفكره الناس اللي راهم يقولوا الناس اللي عندهم السلطه اللي راهم كل دقيقه كل ما يشوفوا واحد حاكم اباري فوتو يروحوا يعني يقولوا له نو سي انتردي. بالك لازم نفهموهم باللي اي حاجه في الصحافه لازم تتصور. دوك ارتيكل دو بريس يهضر على تروتوار يسحق تصويره تاع تروتوار نتا راك تخرج تصور له تروتوار. دونك ربما لازم نفهموا نوضحوا باش غدوه من غدوه يعني يكون فهم اما الناس وهذوما اللي راهم يمنعوا المصورين الصحفيين يصوروا في الاماكن العامه. جوزي با انا دوك تخرجي انت تصوري لوجيكمون انا بون افيك ان بورتابل تصوري نورمال ما لازمش اوتوريزاسيون. ولا جبدي لاباري فوتو يقول لك لا وانت دير لاباري فوتو كبيره باش تكون انت. انا جورناليست في لاكارت دو بلاس تاعي مكتوب يرجب السلطات الامنيه تسهل مهمه تصور مصور. صح وكونت يقول لك ما تصورليش تروح لكم بس يقول لك ما تصورليش تروح اودا يقول لك ما تصورش منين تجيب الاوتوريزاسيون لا ولايه وهذا كاع تضيع وقت لخدمتكم تضيع وقت. انا نخدم في نيوز نخدم في جورنال لي ديموندي لي تصويره يقول لك دوك نسحق تصويره نقول له لا نسنى لا ولايه تعطي لي اوتوريزاسيون. منين ما يتحملش ثاني هاد المسؤوليه معاك وعلاش انت لما يكون عندك عقبات وعلاش ماشي جورنال كاداره وكشخص معنوي هو اللي يدخل باش يكون تسهيلات من عندك ما تشوفش نون لو ريدكتور اون شاف لا قاي بعد يعيط جو سي با دي فوا صاونا المشكل دخلوا روحهم مي اكو يقول لك واش ندير لك دوك انايا ما حبكش كنا عندك كنا نسقمنا حال الصحافه في الجزائر بي 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 اون جينيرال يعني نعطيك اكزومبل دخلي لابيل المجلس الشعبي الوطني
شحال يطول لك الوقت باش تصوري؟ شحال؟ اون مينيت دقيقة. وي 60 ثانية. يقول لك دخل صور لي البريزيدون، صور الاقرع وتخرج. مع انه يكفيك الوقت انت تصوري شحال كاين 460 ديبيتي. كاين 460 ديبيتي يقول لك نسحق انا عضو من داك، يقول لك جورنال نسحق بورتخي تاع فلان ولا فلان فلان. يقول له ما عنديش الوقت نصورهم كاع. ما يستعرفش بك. صعيب نعم. دي فوا يصراو دي مانيف داخل قبة البرنامج. دي تصوري يخرج لك اجون يجبدك. يقول لك تبا الدغوا تصور. وكأنه مجرد وكأنه شخص من الشارع تخلي يصور. انا نحب دوري ليماج تاع لابيان تاع الديبيتي هذا اللي فوت عليه الشعب. واش هو يدخل لابيان. تقول لي تبا الدغوا تصور. حاجة اللي تساعدكم انتم من صوروا حنايا ولا وشنو؟ يعني تولي أداة انتايا مستعملة. تولي أداة يستعملوك بك. كاين ناس كاين ناس سمحوا بحقهم يقول لك اه معليش ما خلونيش. صح انا ما نسمعش يا اخوان، انا نحب نوري ليماج واش هو صاير. لا فيريتي واش صاير في البلاد حبيت نوريها على الشعب. ما كنتش تحمل وسيلة بروباغندا. ايوا جامي جامي نكون كمصور محترف جامي نكون. طبعا طبعا نولوا الوقفة الاحتجاجية. انتم درتوا جمعية راكو في طور راهي في طور الانشاء. احكي لنا على الجمعية. بون تفاهمنا تلاقينا كلكو فوتوغرافين فان هاد فوتوغراف ما حملناش واش الوضع اللي ولا فيه الفوتوغراف ولا ما حاشق ما يسواش الفوتوغراف الجزائري. قررنا نكونوا جمعية ان شاء الله تكون. عطاو لكم الترخيص؟ نو مثلا عاد بدينا لي بروسيد ان شاء الله. انا سمعت انه المندوب تاع وزاره الاتصال استقبلكم، الامين العام عفوا لوزاره الاتصال استقبلكم. واش كانت وشنو هما يعني واش كان يعني صلب الموضوع والحديث اللي جمع بيناتكم؟ وهل كانت يعني شفتوا ولا حسيتوا ان غير الفولونتي من عند؟ نعم كاينين الفولونتي من عندهم. بون طلعوا كلفنا ثلاثة دطروا فوتوغرافي طلعوا سيدي ديليغي طلعوا عند استقبلهم المكلف بالإعلام تماك. قال لهم لازم نكريو نصوصاسون وطولتوا باش كريو وحدة. عطينا له لي بوان واش نحقق واش لازم الفوتوغرافي يكون. وهاي إن شاء الله ماشية الأمور. وتشوف انه لو كان يكون ترخيص للجمعية تاعكم راح سيتم تحرير الصورة ربما؟ ان شاء الله. تفضل سامر. الصوره ما تتمش حتى تتحرر باسوسياسيون. طبعا بون حنا بينا نديروا الاسوسياسيون تاعنا باش نتعاملوا مع الهيئات كهيئه نعم. باش ما تكونش فوضى هذا يهضر هكا وهذا يهضر هكا. حنا نولوا هيئه منظمين. منظمين مام في ماشي غير في الجزائر باسكو اون فوا بون موراها ان الجيريا. وي وين يكون الجيريا يكون الفوضى. لا كوب دافريك ماشي هذه اللي فات تاع مصر اللي قبلها. حنا ندومونديو لي زاكريديتاسيون تاع لا كوب دافريك با با ميل تونجستري روحك في لي شيت تاع لا كاف. لي فوتوغراف تاع الجيريان كاع ما مدولهمش. انا لا كاف ما مدتلهمش. ما مدتلهمش كاع مدت غير لي ريداكتور لي فوتوغراف نو. بعت بون كاين طرواز ايميل وين تبعت فرونسي اونجلي. بعت لهم بين ثلاثه جاوبني تاع العربيه يعني ايجيبسيان داخل في لاكاف. قلت له علاش ما مديتوناش ليزاكريديتاسيون؟ قال لي نو باسكو حكم واحد يفيلمي ان فوتوغراف حكموه يفيلمي في الوغ كو هو عنده رخصه باش يصور فقط في في ستاد. ايه قلت له هنا القانون واضح تحكمو يفيلمي تنحيلو ليزاكريديتاسيون هو سون جورنال 10 ans ميتروش كود افريك او قانون واضح. قلت له علاه؟ قال قلت له شكون خدا هاد لا ديسيزيون؟ قال لي سي لو بريزيدون لا فيديراسيون تاعكم اكستريميست نحيهم كاع هكذا. حنا كيما قال كاين واحد ما نقدروش نعصوهم هايا ما يدخلوش كاع. تما وين يكون الجيريا يكون ما يدخلوش ما كاش حبسونا. يعني امر محير. شفت انا نقول لك وصلنا امام في كوب دافريك كي كان الجيريا هو اللي حاكم لا كوميسيون تاعها قالوا ما يدخلوش. تما سهله احنا لي زاجيران باش نبروتيجيو روحنا باسكو سي ديزان كان ان كومبيتون بروتيجيو روحنا ما نعرفوش وما نعرفوش نتحاوروا منا الوغ واش نديروا. اي غلقها غلقها غلق ما كاش واحد يدخل واحد ما سي كوم سا. قالوا كان نظن عندكم حقوق يعني ماشي اي واحد يقدر يمنعكم تدخلوا لتغطيه مباريات كما هذه. هانا نشوفوا هانا هاي في الجزائر
شامبيون صافي البارح لعبت لا 5ايام جورني مازال ما فراوش وقتاش حت وقتاش حتفريونا المشكل كي خلاص كي تخلص الشامبيون بعد الصيف تقول لك بالك نخمو ونشوفو كيفاش حنا ما جيناش حنا ما ماناش عيبه تاع فوضى ولا رحنا اليوم قلنا لهم لا كيفاش ما ندخلوهاش منا حنا قعدنا بيناتنا درنا دي بروبوزيسيون درنا دي بروبوزيسيون هاو كيفاش نقدروا ندخلو حنا على بالنا بلي كاينين بونديمي ماناش حنا كيما كنا قال لي يا جماعه نقصوا اليوم حنا قلنا لهم حنا نعاونوكم راح سمير سيد راح نعاودوا نولوا في الجزء الثاني تاع هذا اليوم اللي الحادثه تاع الملعب وين ما خلاوش المصورين يدخلوا داخل ارضيه الملعب باش يصوروا خلاص الجزء الاول نذكركم بلي كاين سونداج كي العاده والعوايد لا كيستيون دو جوري بور فو لافنير دو جورناليزم ديماج لي ا لا بريس تراديسيونيل سيتادير بابيي تيليفيزيون لا بريس اونلاين كوم دوزيام بروبوزيسيون لي ريزو سوسيو اي لو جورناليزم سيتويان كوم ترويزيام بروبوزيسيون اي سانز افي كوم كاتريام بروبوزيسيون دونك فو فوتي تحت لو لايف راح نعاودوا نوليو لكم دائما في موضوع اليوم مع ضيوفنا الكرام واني حمدى شلوش المتالق في الجزء الثاني بقاو معنا على 021 78 24 45 On est de retour sur le plateau de Radio M à Mirabou Djuma, Bilal Zahani Samir Sid, le fannanin ta'na, les artistes photographes. Marhaba bikoum fil jazz. Et tani min hissatkoum Marana Saktin, libératrice de la pensée des Algériens et protectrice de la photographie de nos amis présents avec nous aujourd'hui. Comme nous avons parlé de la waqi' soura fil jazair. قبل هذا أميرة كانت حبت قرأنا كومنتر, كومنتر تاع oui. مقايدي مقايدي راه يقول لو فوتوغراف avec sa caméra c'est comme un soldat avec sa mitraillette la différence le soldat tue mais le photographe documente en photo la vie et la mort c'est très beau نقدروا même on se quitte sur ça sur ça je pense avant... que classe l'émission avant qu'on se quitte كم نحكيوا على واقع المصور المحترف في الجزائر كيفاش قالوا لكم تخدموا لا ريبريز تاع الشامبيون قالوا لكم تخدموا من المدرجات هل هذا صحيح نعم قالوا لنا تخدموا من المدرجات بون ديروا ان ريونيو افون ديبي دو شامبيونا نعم عيطوا ان سيغتان بيرسون جو سيت با دو مو وي قالوا له هو ما باسي با ان فوتوغراف سي ان انسيان جورناليست صح شنو قالوا له وين يقدر يكون لو فوتوغراف هذا السيد قال لهم لو فوتوغراف كابابل يبرون دي فوتو من لا تريبين الوغ كما نعرفوا كامل بليك ما كاش منا كاين الكرياج كاين يبعثك الفاؤد نتايا شغل راك داخل الحبس انا ودينا لي زيماج لي سيت تاعنا كيف حبيت تبرون دي فوتو نتا تصور من تريبين في هاد الكرياج سي امبوسيبل وهذا ليس يعني مؤهل للحديث عن هذا الامر باسكو لي باسي با تقول ماشي مصور حقيقي نورمالمون سي با لوي كي فا لازم يعيطوا لان فوتوغراف لو فوتوغرافي يقول لهم واش وين نقدروا نصوروا واش نقدروا نديروا واش سي فاسيل حتى بعد دخلوا زملاء سي ما سي سيد ولا اخر طلعوا في ديراسيون هضروا لهم عطاو لهم دي بروبوزيسيون وي هذه في دوزيام جورني شامبيون واقيل ولا بروميير جورني بروميير جورني لو 2 لو 2 لو 2 ديسمبر دفعنا حنا بون حد الان مازال ما عطاوكم حتى ريبونس حتى alors que vous avez eu l'accusé de réception vous avez même proposé يعني تاثروا المراكز تاعكم ولا توقفوا ولا وين تقعدوا تحطوا الماتيريال تاعكم تاثروهم و avec une distanciation يعني باحترام كامل البروتوكول الصحي ولحد الان مازال ما عطاوكم حتى ما رجعونا ما في الحقيقه اونبليش عطينا لهم ان يكري وما يرجعوا لنا وعطينا لهم ان يكري فيه ميل في كاين وين يرجعوا لنا هما تسمى شغل شو ما عملهمش بينا في حال عدم الإجابة يعني عدم إجابة يكون تكون مطولة ما يمكنكم فعله يعني من جانب التصعيد كي نقول تصعيد ماشي شي تصعيد خاطير ولا احنا نقدروا باسكو هادي هما منعونا في الفوتبول بصح كاين ديزيفينمون واحد اخرين اللي احنا عاودوا نقولوا نهضر نحكيوا اليوم مر المكالمة الهاتفية بس الكاسك تاعك سمير معنا مكالمة هاتفية من ومن أين؟ زهير أبركان مصور مصور الحراك ومصور قديم القطط في الشوارع والحيوانات مصور القطط في الشوارع صح كاينة منها True story مرحبا بك زهير أبركان بونجور هالو بونجور بونجور زهير كومون تو فا
اولا بروميير شوز بيل زهاني وسمير سيد ما تصورونناش ديسبوزيتيف يرحم في هذه الكلمه هذه تعودنا عليها في ايامات الحراك سيتي نتاع انترديكسيون فورمال دو بروندر زعما دو ديسبوزيتيف اون فاك تو سا بور دير ك بصفه عامه سكتير كسا سوا لالجيريان ولا كسا سوا ميم لي سيرفيس دوطر ولا سمو يزون بور يدي اون بانيك دو ليماج عندنا واحد عنده تليفون تاعو يصوني لازم يحبسو فوالا وحبس تفضل زهير تستدير الصوره اصلا من في عاداتنا وفي تقاليدنا وحتى في المعاملات نتاعنا تشكل مشكل حتى وانها معتبره انها خطر كونستيتيون دونجي كومون بي اون بي اكسبليكي سا نا توجور يو دي انترديكسيون دي بلاك il y a même des plaques c'est dans ce sens interdit de photographier par exemple même une bâtisse ou un édifice ou un smoke alors qu'aujourd'hui on est à l'ère du satellite où tout peut se voir à 20 cm, il a créé ce qui était ça. Donc, je ne comprends pas, c'est-à-dire que la phobie, c'est un appareil photo. Oui. Je pourrais peut-être rappeler ouais, à ce propos une anecdote. Oui. C'est qu'à une époque, effectivement, à l'histoire de Parti Unique, mais ça perdure. C'est-à-dire Lyon, surtout Lyon pour le Hirak, après une année de Hirak, l'image constitue un danger parce que elle a au moment où le Hirak était interdit d'antenne, donc c'est les images justement t'as des photographes, t'as des simples citoyens qui à travers leur smartphone, leur petit appareillage de rien du tout, ont réussi à retransmettre donc des images, et très souvent des images de grande qualité pour certains. Donc l'anecdote, ça se passait en 1985. Donc, je me souviens que je suis un peu plus j'en fais mon métier. Ta passion. Bon, c'était une passion. Et donc, comme ça allait de pair, puisque des fois, pour mes papiers, il me fallait des photos, etc. En joint l'utile à l'agréable. Et deux, j'évitais de prendre avec moi un photographe, donc, puisque je cumulais les deux. Oui. Mal Hirak, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui s'est c'était la retransmission en direct, donc le direct, le live donc du vendredi ou là du mardi. Oui. Et ça, c'était devenu donc pour moi presque une obligation puisque je devais, en plus du papier que je devais fournir, j'assurais donc un live. Et à ce propos, donc, j'ai eu quand même pas mal de devoirs, puisque j'ai été arrêté déjà une fois à cause d'un live qui a été repris. Alors, on a des lives où le live avec, il passait en boucle sur le Magharibia. Et ça m'a créé de sérieux problèmes, c'est-à-dire à cause d'un live repris justement par le Magharibia. Oui. Et l'anecdote, c'est quand j'ai été interpellé la toute première fois, je me souviens que j'avais acquis un stabilisateur d'image donc pour le portable, et en fait le stabilisateur d'image permettait aussi de stabiliser la connexion. Donc j'ai fait un live à 1h15 et pendant 1h15 le live passait sur le Magharibia. Oui. Donc quand on m'a acquis la première fois قالوا لي وراه هي الكاميرا كلموش من الكاميرا قال لي كاين كاميرا راك تبعث بها للمغاربيه وكان هادي سي امبورطابل اي لا كيسيون كي لي طارودي سي تي كي فاه المغاربيه ا بي بروندر لو اسمو لي زيماج نتاعها قلت له لا سوفي دان كابل اتش دي ام اي سي تو صافي اليوم رانا في واحد الوقت وين تو تي بوسيبل افيك ان سمارت فون اسكو سي ان بروف ان سوا كو كيل جو دي ايل سون ديباسي بار لي ايفينمون بار نوتر ايبوك بار ليفولوسيون. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des... Si un portable, si on prend le cas d'un portable, oui. Un portable, il peut y avoir partout. Par exemple, Jiderlaus, si c'est un Mercedes, des fois c'est un Mercedes avec son appareillage, mais il peut y avoir le tribunal, parce qu'il y a l'appareillage de tag. Par contre, un portable, il peut y avoir. Et un portable est capable de faire à la fois de l'image, de la vidéo, de la retransmission en direct. Donc il y a comme un déphasage, comme un décalage, entre l'évolution technologique qui s'impose à nous et qui fait de chaque citoyen, par exemple, un journaliste reporter d'image potentiel, oui.
وقوانين ولا واحد المفهوم واحد المفاهيم اللي مازالها قديمه هذه كي سي اونكور اون اونكور على لير اي لا لا فوبي قلت لك مازالت هذيك لا فوبي دو لاباري فوتو بلوس كو لا كاميرا نعطيك اون انيكدوت يعني دو لا سوسيتي دو فاصون سوسيتال اون ا بيو ديباسي سيت بودور سيت بودور ان صحه تعبه باسكو يافي اون بودور فاس على او كليشي ولا على اوبجيكتيف دو لاباري فوتو مي من جانب السلطه ما ديباني مازال ما ديباسيناش هاد لا بارير سا ستادير شوف براندر بار اكزومبل نعطيك قلت لك لانيكدوت اون كيستيون سي كون فوا سي ان 85 86 je devais prendre des photos pour le compte d'une APC à l'époque. Oui. M'a déroulé une commande. Bon, je devais faire sans hors de mission, etc. Je voulais le faire parce que je voulais l'appareil photo. Je voulais le faire. Déjà, je voulais l'espion, je voulais le faire. Une autre anecdote avec une caméra Super 8 à l'époque. C'est-à-dire la même année, on avait assisté, donc on devait préparer un concours le cinéma Super 8 et donc et à l'époque les caméras Super 8 étaient disponibles sur le marché, il y avait une Bauer 8 mm. Donc rahna ana sahbi nsawro rahna nsawro le sujet tana porté sur la mendicité, donc rahna nsawro etc. Il hakboulis قلت له الزاقات يا محينك c'est bon, donc notre compte est bon, c'est nous qui allons mendier pour travailler maintenant. Voilà, c'est la confiscation تاع الماتيريال الى اخره. كي لحق البوليس قلت له واش قال لهم ما يا بعد سكموا روحكم خلوا لو ان تي في تصور ما يغطيها فيديو غاد ولا فيديو غاد. Zoher, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et pour ta sympathie et pour les photos du Hirak magnifique tu as faites. يعطيك الصحه Zoher Abrkan, مع السلامه. وحاب يزيدك شي حاجه زيد الله غد rapide. Tout mon soutien donc aux photographes qui revendiquent donc une liberté, un droit donc à la liberté d'exercer leur métier pleinement. Voilà. Merci Zoher, يعطيك الصحة. صحة. بلا زحاني سمير سيد, هل سوف يكون هنالك تصعيد في مطالبكم إن هذه المطالب لم يعني تتم المواجبة عليها ولا يعني الرد عليها؟ ستكون مقاطعة كلية لنشاطات الفيدراسي, نغطي حتى نشاط متعلق بكرة القدم, ما يزيدوش يديروا لنا شنطة بإجماع, يعني بإجماع الأعضاء كل النشاطات نقطعوا كلش بالنسبة خاصة لكرة القدم. ما تحكمليش انا كرة القدم ومن بعد وين عطلتوا يعني كرة القدم حتتعطل بزاف. ما تحضمنيش انا مصطاد وغدوة تكون عندك انصوب لي تعيط لي. يما تحرمني من كلش يما تعطيني كلش حلي كلش نخدم. نحن نسمع شوية موسيقى نعاودو نوريكم افون دو سو كيتي باسكو كاين لو سي بي بي جوست ابخي ليميسيون فار دو راديو ام avec celle de Linda Abou qui commence à bien venir et dans l'épisode d'hier tu as offshore la deuxième émission de Linda Abou avec Karim Tabou que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sur YouTube. À tout de suite. On est de retour sur la dernière petite parcelle de cette émission d'aujourd'hui. Marana Sakhtin en compagnie de Amir Aboujma, Bil Zahani, Samir, Osid. On va recevoir le dernier appel. Avant cela, on trahmo à la roh Zindin Zbar, mort à l'âge de 63 ans suite au virus Covid-19. Le photographe qui a finalement été connu par le photographe du patrimoine algérien. Rabbi Yarhamo. Mettre le 12 novembre 2020. Rabbi Yarhamo. Rabbi Yarhamo, Kamel Moutana. Est-ce qu'on a l'appel téléphonique, le dernier appel téléphonique avec nous aujourd'hui? Allô. Mana Hussein. Hussein, oui. C'est le dernier appel. Je vais trouver le domaine. Allez. Saha Hussein. Aslama. Ça va? Bonjour, la base, c'est qui? Adna Bakli Felarsan, Balak Ta Samir. ما تقرر ما تديرش الكاسك هكذا هضر برك كون مقابل الميكرو. لا راني برا انا واقف مانيش معك انا في استوديو جانا في لاخسان باش نحاربوه. كيف الحال حسين؟ والله غير توا بخير الحمد لله. جورني اونسوليي ما شاء الله. عرفت كيفاش؟
Il y a des sirènes qui nous chantent des louanges. Je vais prendre des photos à la couleur. Belle photo prise aujourd'hui. Houssine, toi qui étais un peu de, du métier, on va dire, bdite, je pense, la photo, où tu t'es dirigé vers le court-métrage. Voilà, c'est pas. C'est complètement ça. C'est l'évolution du temps, hein. C'est avec le téléphone et tout ce qui est spontané maintenant. Alors, les photographes, c'est-à-dire ceux qui ont construit leur. Ceux qui ont construit un nom, les photographes de renommée, donc, ils ont toujours du travail. Et, mais par contre, ceux qui souffrent, ceux qui. Si on est, comment je peux dire, bulgaria, quel est le mot d'accord, c'est plus comme avant quoi, c'est-à-dire le boulot a complètement changé maintenant, la philosophie de la photographie a changé. Alors qu'avant, quand Bradlo c'était, enfin, ma balle que Mazel Bradlo fait aïne le mortacin fait de la Majel, ou la kin, voilà, il a perdu un peu de sa notoriété ou la menhaba ou d'abaiji troll à de domaine. ويعني كان الاستحقار من جانب السلطة تانت. أو بوكو بوكو لا فرد بوكو سي 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 سي. متنو متنو بان كان لا فرد على كل حال في son travail. Mais même du moment les grands événements ils sont pas ils sont pas ils sont pas invités les photographes parce que c'est leur gagne-pain. Oui. علاش عند avant أنا بان maintenant j'ai presque 60 ans. Une photo avant, une photo elle peut vraiment changer ta vie quoi. Avant juste tu prends une photo de d'une personne là, d'un truc qui m'a dit Time, ça veut dire que la fille elle est afghane avec. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu. Parce que c'est la vérité immaculée, yani la haqiqa ghayr mulattakha. في وقت نحب أن أنا في وقت يعني في عصر وين الحقيقة أصبحت ملطخة. والله كلا عجبتني بالعربية هذه حقيقة ملطخة والله تربية في سجلة فيها يسبيكي دكتور. ولا نشفى يعني الأبتاعي صحافي نشفى بكري كي تقول فوتوغراف تاع الإذاعة ولا تاع التلفزيون يعني بحقه يعني ومعروفين. وي 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 بس خلينا نتكلم مو سولمون إلى الباجاج ديال الفوتوغراف أون بليس الباجاج دو تو الكولتور جينيرال. إكزاكتومون فوالا إكزاكتومون. Il est touché de tout, Mohamed, c'est un bagage, mais... Ça. Maintenant, clique-y, remets la carte mémoire théâtre sur le micro, intéressez-vous, on y va. C'est vrai. Maintenant c'est dû à ça. Oui. Merci Houssine, merci. خلاص لحقنا لا فان دو ليميسيون نخليو كلمه اخيره للضيوف الكرام تاعنا. شكرا جزيلا على المشاركه تاعك حسين. انا ما سبيسيال فوتوغراف يسمح لي بقري اسمه غير كيما مات زين الدين زبار. اي والله الله يرحمه ويصبر والده. وموش ليكم انتم الله يرضيهم. ميرسي. انا اخترت لو بوس احسان يعطيكم الصحه بوكو 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 على ليميسيون اي كونتينيو كوم سا. اند كيما يقول لك هابي نيو يير. See you. Happy New Year, New Year, brother. Atek Saha. Salam, Hussein. الحقنا la fin de l'émission. Atek Saha, Mira. Le résultat, باش نخليو كلمة الأخيرة للضيوف. La question était pour vous, l'avenir du journalisme d'image est lié. 42%, la plupart ont opté pour la presse en ligne. 26% ont choisi le journalisme citoyen et les réseaux sociaux. 22% des votants restant sans avis spécial. Hein, et les 10% optent pour la presse traditionnelle, c'est-à-dire la presse papier. Bilal et Samir, on va se quitter avec vous. Tfadlou, واش عندكم تقولوا لنا ولا تقولوا اللي عم يشاهدوا فينا ولا اصحاب القرار؟ حنا نقولوا لهم ما متغلقوا ولا ديروا ولا احنا عندنا السوفل. نهضر على روحي على جيت من جينيراسيون اللي خدمت لي زيفينمون تاع كاع وصرات الجزائر دوبوي 92. خدمت الإرهاب، خدمت ليزيفالمون دو لاكابيلي، خدمت هادو كاع ما خوفونيش، ماشي دوك اللي حنا نخاف. توت ا فوتر اونور. أنايا أنا كيما وصلنا هذه الميسيون، ما راناش حابسين. أون بليس راك حايب يعني تخلي إرث لي جينيراسيون أفنيغ، أنتايا تو أفي تون بور، تو أفي أون كارييغ، تو أيو لا شونس دافوار أون كارييغ، دونك راك تخمم تاني للآخرين، ماشي غير راك تخمم في نفسك. دوك كي يجوا لا جينيراسيون اللي جاية. Mais c'est beau, je mets sur vos plateformes, mais c'est beau, elle ou pas. Parce que là, on régresse. Oui. Celui qui n'avance pas recule. Parce que le monde avance, le monde avance, il avance, et nous, on est stagnés.
حبسنا لجيري حبست في لافان دي زاني 80 راهي حبسه باسكو في لي زاني 80 ديبي دي زاني 80 حتى لافاب تحلت شويه جايه في كاع لي دومين ومن بعد مع تيروريزم تغلقت ما عاودتش تحلت هاي تزيد تغلق للاسف للاسف. بلال زهاني يعطيكم الصحه على الاستقبال يعطيكم الصحه عطيتنا الكلمه بلا مزيان قالت لي ميسيون ماناش حابسين وتحبوا لا تكرهوا اوني لا فيترين تاع الجيري. قبل ما نسكيت شخصا كلمة أخيرة قولي ربما وش راكو تسناو من وزارة الاتصال اسكو راك تشوفوا بلي ربما كاين حيكون ان شانجمون مع خاصة مع الجمعية اللي راهي في طور الانجاز او الانشاء ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله يكون تفاصيل ربما نرجعوها قضية إلا كان عندكم غوتو مع وزارة الاتصال بالك نعود نولو لهذا الموضوع مرة أخرى في المرة نسكتين لما لا إن شاء الله. أميرة شكرا لك أميرة شكرا ضيوف كرام تاعنا شكرا لغيال وشكرا كامل المتتبعين on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode وين آراء مختلفة أميرة قوليها نفس القناة نفس الأشخاص موضوع جديد والآراء دائما تبقى مختلفة نعود نقول لكم نهار الحد دي سي لا جو سويت ان اكسيلون ويكند سالو.